شفت ازاي الفرق بين الشوط الاول والشوط الثاني؟ فرق حاجتين كانوا واضحين قوي، وكان فيها يعني كل سيد اتكلم في حاجتين قبل المباراه. اتكلمنا في الحاله البدنيه والحاله الفنيه للعيبه كلها، مش الاهلي وام بي بس. واللي احنا اتكلمنا فيه الحمد لله ايمن، ان هو الشوط الثاني بدا يبان بان ان المجهود البدني اللي بذلوه لعيبه ام بي على فكره، وكل الشكر اليوم طول المباراه بذلوا مجهود جامد جدا جدا جدا. بس هو بيلعب فريق ما بيدورش غير على مكسب، فريق على طول بيهاجم على طول بيهاجم، دايما فريق اللي بيدافع هو بيبذل مجهود كبير جدا، وبتظهر اخطاء وبتظهر اخطاء بس مش وقتها، بعد مرور الوقت. أيوه. وده اللي حصل في الشوط الثاني. يعني لو جبت الشوط الاول كده ملخصه كله، مفيش فرص كتير. الفرصه أيوه. الوحيده الاقرب فرصه كانت فرصه ايمن اشرف اللي جت، كانت ضربه كنيه تقريبا وعملها بدماغه جنب القائم جنب الأيوه. لكن غير كده الشوط الاول لا، كابتن حلمي موقف لعيبه كويس قوي، قافلين كل المفاتيح اللي هم سبب المكسب في الشوط الثاني. يعني دايما كنا بنتكلم على صح. هاني وعلي معلول. أيوه. هاني احرز هدف تحفه جميل جدا طبعا، واللي عامل هدف كمان ايمن اشرف. صحيح. يعني واتكلمنا برضو على ميزه ان عندك اربعه بيعرفوا يلعبوا كوره، مش الاطراف بس، الاربعه اللي ورا. أيوه. يعني محمود متولي كان دايما بيهاجم في الشوط الاول بيفتح لك مساحات، ان الفريق بيدافع يعني بيلعب 4-1-4-1 مقفل كل المساحات يا ايمن. لازم الحل الوحيد القادمون من الخلف، القادم من الخلف يا اما جايب الكوره او من غير كوره. أيوه. يعني الهدف بتاع هاني مثال للقادمون من الخلف. صح. حلوه جدا الكوره، كره مرتده كلها، كل يبص على العمق، لكن اختراق من هاني. مظبوط. التمرير حلو قوي من ايمن اشرف. كان في الراجل ناحيه الشمال مغطي الاوفسايد، لكن هاني اتصرف فيها بصراحه. يعني مهاجم ولا احسن مهاجم. صحيح. مش مهاجم يعني. صحيح. في مهاجمين كتير قوي لما تيجي كوره زي كده بيفكر قوي على العرض على طول. لكن بالزبط. هاني واضح ان هو شاف حارس المرمى. بالظبط. شاف حارس المرمى وخد القرار. يعني لازم الاول قبل ما اتكلم على العرض لازم ندي الحارس مرمى امبي كل التحيه النهارده. هو بس الهدف بس في الهدف اللي جه فيه، ما لسه بقول لك الهدف الثاني بس هو غلطه. لكن هو طول المباراه عامل مباراه رائعه، شايل انفرادين صعب جدا، واحده من مجدي اتفضل. طب الجول بتاع محمد هاني في الخطوتين اللي هو خدهم دول، خد خطوه زياده شويه. لكن هو ما كانش متخيل ان هاني ممكن يفكر التفكير ده، عشان كده ما لحقش يرجع يلحق. بص يعني هو بص خد خطوه، بص لما حاول تاني كان هاني في منتهى الذكاء. يعني اصل هاني دي عايزه لمسه يعني خفيفه جدا. صحيح. يمكن احرفنا يمكن هاني العجيزي يحس بدي، لان هو حته دي بتاعت فرويد. لا بتاعت فرويد. انا بتاعت فرويد. انا بقول احرفنا. انت كنت قناص كويس يعني. عايزه فرويد عنده حساسيه عاليه جدا يا ايمن. صحيح. ان هو يلعب الكوره بالدقه دي طبعا بالمكان ده، وهاني حتى وضعه التشريحي مش يعني مش أيوه. مش ده بالجنب. أيوه. لكن طبعا يحسب لهاني حته التقدم وحته الهدف اللي فرق في الشوط الثاني كله في النادي الاهلي. حاجه واحده حصلت ممكن المستشار فايلر هو اتكلم فيها، ان كل اللعب النادي الاهلي بقى مش من اللي متشاف او مش من اللي شايف. أيوه. بقى الناس كلها اللي جايه من ورا، كل الانفرادات اللي النادي الاهلي يعني 1 2 مع مجدي محمد مجدي مع عمرو السلال انفراد. أيوه. نفس الكلام برضه، جايين القادمون من الخلف، والراجل راس حربه او الراجل مهاجم بيرجع بيسيب الكوره. يعني بص. صحيح. بص الشكل ده تقفيل طبعا من امبي. بص بقى كل بص على الكوره. لكن انت حلك الوحيد وحلك السحر في الشوط الثاني القادمون من الخلف اللي على الاطراف. يعني محمد هاني صح في المساحه الفاضيه. المساحه الفاضيه. لان لعيبه امبي بيقفلوا. لكن بص الغلطه الوحيده اللي عملوها لعيبه امبي، ودي بتحصل على فكره في الناس دايما اللي بتدافع، ان دايما عينيهم على الكوره وفي زحمه. لكن دايما يا ايمن بص. صحيح. بص لا ده ارتداد الكوره. يعني اللي عمل الكروس ده هاني. ايوه. وهاني هو اللي احرز الهدف. انت فاهمني؟ أيوة. يعني الهجمه مكتمله ماشيه كويس قوي. دايما الكوره الثانيه عليها عامل كبير قوي. دايما. صحيح. الكوره الثانيه قول يا هاني. بس موقع الباك ليفت ده مش عارف ده باك ليفت ولا ايه. باك ليفت بس هو جه متاخر يا هاني. بس متاخر قوي. متاخر قوي. ايوه عشان هو كان مكمل مع محمد. خلي بالك في الشوط الاول ايمن اشرف عمل واحده زيها لافشه، بس افشه كان سابق بخطوه. خلي الصوره دي والنبي ممكن نخلي الصوره دي فيها شويه. ثانيه واحده انا اوريك صوره هاني. انا عايز صوره ثانيه. ممكن نرجع ليها مره ثانيه. عايز اخر لقطه بس ثاني وهو هاني بيحرز الهدف. هوريك بس هاني التعب الكتير اول اللي حصل على لعيبه. بس قبل ما تيجي اللقطه تيجي ثانيه. الكابتن عادل انت